كنت ماشي قبل كده في سوبر ماركت، لقيت زبادي بس فكرته جامده قوي قوي قوي. هو زبادي مش اي زبادي وخلاص، هو زبادي يوناني. يوناني بس كده؟ لا، ما احنا عملنا قبل كده فيديو زبادي يوناني كان عادي خالص. لا، هو زبادي بقى يوناني بقطع حاجات معينه محطوطه كده لوحدها كده 70، وبتضيف بقى الحاجات دي هنا بقى، هنا بقى بتاكل بقى الزبادي بقى مع قطع الحاجه اللي انت هتضيفها دي، يبقى بوم بقى، بوم حرفيا. دي من شركه اسمها شركه يويوليس، يويوليس تقريبا، يوبو يويوليس، يويوليس دي من شركة اسمها يويوليس يوبو. بصوا بقى جبت لكم ايه، زبادي يوناني عادي خالص بس بالكراميل المملح واللوز المكرمل. يعني هنا زبادي وهنا بقى ايه، كراميل مملح ولوز مكرمل. تاني حاجة زبادي يوناني عادي خالص مع زبدة الفول السوداني وبالمكسرات، يعني هنا كده في زبدة فول سوداني ومكسرات. تالت حاجة بقى زبادي يوناني بشوكولاتة عادي خالص، ودي قطع الشوكولاتة، وده بيبقى شكله. وسعر كل واحد فيهم 20 جنيه، اي واحدة من الزبادي ده سعره 20 جنيه. فتعالوا جاي نفتح كل واحد ونشوف شكله عامل ازاي. يبقى جاي معاه معلقة، حلو قوي قوي على فكرة حوار المعلقة ده. انا هجيب المعلقة منين بقى؟ بيقول لك بقى اللي انت تفتح من هنا عشان تجيب المعلقة. تقوم فاتح كده بقى، خلاص طيب خلاص خلاص. فايه، فتلاقي المعلقة بقى، معلقة صغيرة بس ايه، تعمل كده صوت التك امان. متحمس جدا جدا اشوف شكله من جوه. تعالوا نفتح ونشوف. على الحوار الجامد ده، ايه الحوار الجامد ده؟ ده الزبادي عادي خالص، ده قسم الزبادي. بص بقى هنا في ايه بقى، في قطع شوكولاته. تعالوا بس ندوق الشوكولاتايه، انا شايف حاجتين، شايف مكسرات وشوكولاته الاثنين في نفس الوقت. استنى بس، انا ما تحطش حاجه على حاجه. بص جواه حاجتين كده زي دي، دي تقريبا الشوكولاته، شوكولاته، ودي تقريبا مكسرات. استنى عشان دي شكلها عين جمل اصلا. بص شكلها عامل ازاي، شوكولاته ومكسرات، المكسرات دي بتبقى عين جمل. خد بقى انت بتعمل ايه، بتاخد بقى حبه من هنا وتحطهم وتاكل بقى ايه بالزبادي. احنا عايزين بس ندوق طعم الزبادي الاول عامل ازاي. ده زبادي يوناني، احنا اتكلمنا عنه قبل كده وعملنا فيديو عنه قبل كده، هسيبه لك تحت في الديسكربشن. ده بيبقى زبادي يعني بيبقى سريع الهضم والكلام ده، بيبقى ايه طعمه احلى يعني بكتير من الزبادي البلدي بتاعنا او الزبادي العادي يعني. تعالوا ندوق زبادي لوحده كده، بسم الله. زبادي يوناني عادي خالص بس فيه نسبه سكر سي كان. تعالوا بقى ايه نشيل كده حبه، او نشيلهم كلهم ونحطهم زي ما هو المفروض بيقول يعني كده. انت هتحط بقى ايه الحاجات اللي جايه معاه، تقوم ايه صابب بقى كده بقى، صابب بقى صابب. على فكره الحاجات دي كتيره جدا جدا يا، بصوا لسه كمان لسه فيه. يلا، ما انا دافع 20 جنيه يا صاحبي، انت لازم تتغرقني بقى. ده كده بقى شكله مليان. فوق بقى تفضل ايه بقى تقلب بقى الزبادي كده فيه، عشان في الاخر تاكل ايه بقى، زبادي بقطع عين الجمل والشوكولاته. يا ولا يا ولا شكله، بصوا انا جعت اصلا كده، انا دخلت كده كل حاجه في بعض. تعالوا بقى ندوق، بسم الله. واو واو والله العظيم جامد قوي، اللي اخترع الفكره دي جامده قوي. الزبادي اصلا طعمه حلو اصلا لوحده، انت بقى حطيت عليه شوكولاته وعين جمل، واللي هو مش حبه صغيرين، لا دول حبه كتار. فانت بتدوق بقى طعم الشوكولاته وعين الجمل وانت بتاكل الزبادي. تعالوا ندوق تاني واحد، زبادي بزبده الفول السوداني، برده زبادي عادي خالص وقطع، يعني بصوا القطع عامله كده، ده تقريبا سوداني مكسرينه حته صغيره، وزبده فول سوداني بس مجمدينها سيكان او منشفينها، والزبادي تقريبا هو هو زبادي خام ما فيهوش اي حاجه خالص. تعالوا بقى نحط برده كده الحاجات دي هنا. ول بس 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 ول حر اسود ومنيل، ولا كأن في اي حاجه حصلت خالص ولا حصل اي حاجه. بص انت ايه، انت ماشي زي، انت شيل بالراحه عادي خالص وصب الناحيه الثانيه. اوعى تعمل زي، يلا اوعى، شيل حط شيل حط. ده كده بقى شكله على فكره كتار جدا جدا. تعالوا بقى ايه نقلب، تعالوا بقى ندوق الزبادي اللي بزبده الفول السوداني. بصراحه هنا طعم زبده الفول السوداني او السوداني مش باين قوي مع الزبادي، الزبادي طعمه اقوى بكتير جدا جدا. فانا حاسس بطعم الزبادي وفي الاخر خالص بحس بطعم الفول السوداني غير الشوكولاته. الشوكولاته كان اتنين ميكس كده مع بعض، لكن ده انا حاسس ان هو بطعم اللي هو الزبادي عادي خالص، انا بحس بالزبادي وفي الاخر بقى خالص بحس بطعم الفول السوداني. تعالوا نشوف اخر حاجه خالص، زبادي يوناني بالكراميل المملح واللوز المكرمل. تعالوا نفتح ونشوف النظام ده ماشي ازاي. ده شكله فيه تقريبا قطع لوز، هو لوز ومتغطي بكراميل مملح، طعم زي السودانيه اللي بناكلها في حلاوه المولد والكلام ده، بس على املح سيكه. وده الزبادي، تعالوا كده ندوق كده الزبادي برده لوحده نشوف هل الزبادي ده لوحده ولا لا. لا الزبادي ده غير التانيين، الزبادي ده فيه نسبه كراميل سيكه، يعني زبادي بالكراميل. الزبادي بالكراميل على فكره لوحده طعمه خرافه جدا جدا. تعالوا ندوق بقى ايه بالمكسرات دي، زي ما عودتكم نحط مكسرات واحده واحده. ده كده بقى شكله، تعالوا بقى نقلبه. تعالوا ندوق، بسم الله. طعم الزبادي حلو قوي قوي اصلا لوحده، وانت بتحط بقى كمان عليه كمان اللوز بيبقى حاجه بوم حرفيا. عجبني عجبني ده جدا جدا جدا، واصلا اللي مخترع اصلا الفكره دي حلوه قوي. اي واحده من دول سعرها 20 جنيه. وبس كده النهارده كنا بنجرب زبادي يوناني ولكن بقطع الحاجات المضافه اللي عليه. شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100 الف في اقرب وقت. وكالعاده دوس يا كوتش، السلام عليكم.